بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي ارحب بيكم، اهلا وسهلا، وسعيد ان احنا موجودين كلنا مع بعض في اليوم الجميل ده. والحقيقه يعني التعقيب كان المفروض ان اقول كلمتين صغيرين كده من مكاني، اقول يعني ان كل المقترحات اللي ممكن تطرح اثناء النقاش، واللي هيبقى نقاش موضوعي جدا جدا وعلمي جدا جدا، هيبقى المفيد منه هنعمله ونتحرك عليه. لكن اسمحوا لي ان انا قلت برضو احنا اطلقنا حوار وطني خلال يعني من حوالي من رمضان اللي فات، وقلنا ان احنا نتكلم مع بعض ونسمع بعض اكتر. وانا كمان عايز اتكلم معاكم واقول لكم كلام كتير انا بفكر فيه كانسان مش كرئيس، في ظل تجربه حياتي على مدى عمري اللي فات كله، واللي كان ليا فيه قراءة معينة تجاه الواقع اللي مصر بتقابله. أنا كتبت كام نقطة كده، اسمحوا لي إن أنا هقرا النقطة وأشرحها. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً، لقد كان واضحاً أن عمق الأزمة التي تعاني منها الدولة المصرية في العصر الحديث يتطلب إجراءات حادة وقاسية ومستمرة لعلاج كافة الاختلالات التي تشكلت خلال الخمسين عاماً الماضية. واسمحيني أقف هنا في النقطة دي وأقول لكم أي مسار اقتصادي وأي حلول بتطرح لازم لمتخذ القرار والمسؤولين عنه بيشوف البيئة السياسية والبيئة الاجتماعية والبيئة الفكرية والثقافية تقدر تساعده على أنه هو يمرر هذا المسار ولا لأ.